السلام عليكم حبايبي. المهم قبل ما تشوفون المقطع جايب لكم اليوم متجر تقضيت منه اقول لكم كل شيء شريته والله. المتجر طبعا المتجر من الصين طبعا كل شيء رخيص مره والله رخيص، يعني البدلات بريال ولا بريالين، مره رخيص. المهم في الديسكريبشن تحت طبعا كل شيء حاط لها روابط المنتجات ومع اسعارها، يعني مره روعه. المهم بوريكم وش شريت. شوفوا طبعا بوريكم وش شريت. اول شيء الفيسات. حسام معليش هذه وش هي؟ اي خلاص طوط. لا ترى هذه شوكولاته، يعني واضح انها شوكولاته. وشريت شيء ثاني كاب وكم شنطه. هذه ما ادري ليه شريت هذه تيمو صدق، هذه احس انها اجمل. تبي تاخذها حسام؟ والله ما تاخذها والله. وشريت هذه ما ادري، هذه حلوه ترى نصورها افلام كذا. اسلك لك صح؟ دبابات؟ اي خلاص. وشريت سواره. وشريت كم من نظاره بعد. شوف حلوه ولا لا؟ حلوه؟ يلا نشوف الثانيه احس انها مخيسه بس ما ادري. شفت ناسبني مره والله ما تاخذها. وهذه الثالثه عندك زيها. اي صح، يعني تاخذني كلهن والله ما تاخذ ولا شيء. وطبعا شريت بنطلون. شوف وين هذا اول واحد بنطلون، ما شريت الا بنطلون واحد. وشريت فانيلا ذي. وهذه ما عجبتني مره. ايش رايك بذوقي حسام بطل؟ شكلك تلمح تبي تاخذ. وهذه طبعا كلها من المتجر، شيء روعه والله. انتم ادخلوا واحكموا. شريت هذه نفس اللي تو بس اللهم لون يختلف او غير. لا هذه غير، شكل ثاني باللبس بيطلع فخم. وهذا جاكيت. المهم قسم بالله انه مره رخيص ذا المتجر والله، مره رخيص. ولا وطلبت منهم وجاني يعني خلال 7 ايام بس على طول فارامكس جوني ووصلوها من الصين الى الرياض، وصلوها لي على طول تمام. يعني تحسبون العب عليكم وشيء ذا، انتم ادخلوا على الروابط وخذوا منهم. لو فيها ترى فيها انواع، في طيارات وفيها نظارات وفيها فيسات وفيها ملابس، يعني اشياء مره روعه ورخيصه مره. المهم ادخلوا تلقون الروابط تحت وخلكم معي. خلكم مع المقطع. يلا مع السلامه. 3 2 1 اكشن. سلامة الله وبركاته، معكم ركام سليمان. اليوم رجعت لكم غير عن الحلقات اللي قبل، تحديات ومقالب. طبعا شيء بتكلم عنه، شيء ما توقعت انه يوصلني، وقلت خل اقول لكم السالفة وش هي. اول شيء طبعا كنت العب سوني وزي كذا عادي، كنت ألعب سوني وقلت خلني أروح نام. نمت كنت بنام فهمتوا، رحت لمسيري وزي كذا. جتني رسالة على الإيميل، رسالة ما أدري كان إنجليزي طويل، ما مستغرب أنا وش الكلام ذا اللي جاني، ما تعرفوني خبرة بإنجليزي. قلت خلاص رحت ترجمها بجوجل، رحت ترجمت. يقول استلم شيء من UBC، ما أدري وش هذه UBC شركة. قلت وش هذه، وأدور فروع، وين الفروع، أقرب فرع على طول. قلت متحمس وش الشيء هذا اللي جاني من امريكا بعد. UBC هذه شركه من امريكا. قلت وش يتوقعون؟ انا قلت يمكن هديه بس ما ادري من اللي بيجيب لي هديه من امريكا، او ما طلبت شيء. المهم قلت خل اروح، متحمس متى يجي الصبح. بسرعه خل اروح. المهم رحت الصبح، رحت بعد بدري، رحت ووريت الرجال. قلت هذه جتني رساله وش هي؟ جاء قال خلاص عطني الجوال، وياخذ الجوال ويشوف ما ادري وش، وجاب لي اياه. خل اوريهم وش الشيء اللي ما توقعت انه يوصلني. هذا الجميل، بسم الله. طبعا انا مستغرب، قلت وش هذا؟ عطوا متحمس، فكيته قدام. قلت وش اللي جاني هديه توقعان؟ ما ادري. المهم في ناس قفطوني في الكومنتات في انستغرام، ما ادري شلون قفطوني. قالوا يا ركان بتنزل شيء كذا، ما ادري من اللي علمهم. طبعا خلنا افتح شو اوريكم اياه. شوفوا طلع اسمي ركان الجمحان، وهذه الزينة دي، هذه الكلمة أنينكم. المهم هذا الشيء الجميل اللي ما توقعت أنه يوصلني.
شوفوا شوفوا بسم الله. طبعا هذه من اليوتيوب، ما ادري وش اللي اعطوني اياه، توقيعهم ما ادري هذا توقيعهم صدق ولا لا، شكلهم سلكوا لي. وهو انا دقيقة هذا هو. طيب وين ما شفنا راح ما في شيء صح؟ ما في شيء. ترى وصلني احسن شيء، وصلني واحسن هدية يا بعد عمري والله، بحطها لحبادي ها. يا بعد عمري والله، قسم بالله بالله يا حسام جيب الشيء خلنا نكسره، خلنا نشوف هو ذهب ولا لا، ما ادري هو ذهب ولا دقيق والله ما تكسره، والله ما تكسره، امزح يلا يلا جبته. تعبت عليه جبته يا رجال. طبعا قررت انا ان شاء الله راح انزل هذا الدرع معي ان شاء الله هالايام هذه، انا متحمس كل شيء بروح له، كل شيء متحمس له مره الدرع هذا، قسم بالله ما توقعت انه يوصلني، والله العظيم اني احبكم، احبكم يا احلى جيش، والله العظيم احبكم. طبعا تاخر من اليوتيوب الحين، وصلت 300,000، وهذا الدرع المفروض يعطوني اياه من زمان، بس توي يوصلني عادي، وقلت خلنا ننزل حلقه اشكركم انتم، الله يسعدكم يا رب دنيا واخره، وحتى بعد اشكر اللي سبني بعد، شكرا لك على اجر وانا جالس قاعد اصور عادي، شكرا لك، واشكر بعد كل اللي حمسوني وكل اللي أزروني وقالوا لي نزلوا وأي شيء نزلوا، يعني حمسوني في الكومنتات بعد في ناس. طبعا هذا الدرع ما جاء مني أنا، جاء من الله ثم أنتم ووقفتكم معي، الله يسعدكم يا رب وعلى وقفاتكم معي، قسم بالله أني متحمس ومتحمس أوصل مليون، ومتحمس أنزلكم مقاطع وأفلام وكل شيء، أي شيء تبونه إن شاء الله راح أنزله، يعني أحبكم والله أني أحبكم، أقسم بالله الزبدة أني متحمس، ما أدري شو أقول، أقسم بالله ما أدري شلون أشكركم، قسم بالله أني أحبكم، والله العظيم أني أحبكم، الله يقلع إبليس يا شيخ. ها أحسن بوس لكم. إن شاء الله إن شاء الله أوصل المليون إن شاء الله، هذا حلمي طبعا أوصل مليون إن شاء الله، تشوفون الدرعين كذا جنب بعض، درع مليون درع 100,000. هذا الدرع والله ما أقدر وين بحطه، تفتاق لحسام أجل إن شاء الله. إيه إن شاء الله. طبعا قررت أنا قلت في السناب اللي طبعا هالأيام هذه كلها الأسبوع الجاي كله راح أطلع مولات، راح أطلع مولات، واللي بيصور معي حيا الله ومعي الدرع، بطل أطلع معي كل مكان بروح معي الدرع، اللي بيصور مع الدرع حيا الله عادي فدا، واللي ما يقدر يروح وزي كذا ما راح أو شيء يتابعني على سناب شات راح أصور كل شيء، حتى اللي بيصورون معي يا رجال عادي فدا. وشكرا لكم، شكرا على أحلى هدية وصلتني، قسم بالله في حياتي أحسن هدية وصلتني، شكرا لكم الله يسعدكم يا رب دنيا وآخرة، والله العظيم أني أحبكم أحبكم أحبكم، قسم بالله. أجل نكسر حسام ها، خلاص صورنا وطفشنا منه، أمزح أمزح. أمك تصور أمك هدا. طبعا كل هذا فضل الله ثم أنتم، قسم بالله أن حماسكم لي قسم بالله ترى يسعدني مرة، وأنا ترى ما وقفت على هالرقم هذا، معليش تبى اطمع انا، ابي اوصل مليون، انتم قدها اقسم بالله انكم قدها، انكم وصلتوا 100,000 توصلون ان شاء الله مليون، الله يسعدكم يا رب، وشكرا لكم ومع السلامه. والله هذا الشيء قسم بالله انه شيء يرفع الراس. كل صوره هلا تفضل تفضل تفضل. اهم شيء الصوره. الله يسلمك بعدي ما قصرت، تحب الكعبه؟ تحب الكعبه؟ هلا.